بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي علم الرياضيات لغات، أهلا بكم مع الفرع الأخير في الماس. النهاردة بنراجع معاكم الديفرنشيشن والانتجريشن أو الكالكلاس، وإن شاء الله ربنا يوفقكم ويكون حسن ختام إن شاء الله للثانوية العامة، وربنا يوفقكم الإجابات الصحيحة إن شاء الله. وبنبدأ مع الحصة والسؤال الأول. بيقول لي اف اف اكس ايكوال كوتان اكس ماينس ام كوسيك اكس، دي الفانكشن اللي هو مديها لي. هذا لوكال ماكسيمم فاليو ات اكس ايكوال باي اوفر 4، زين ذا فاليو اوف ذا كونستنت ام ايكوال كام. خلي بالك الفانكشن هنا ليها ماكسيمم فاليو. احنا عاوزين زي ما انا بقول في كل حصه نركز على المفهوم بتاع السؤال، والسؤال بيعالج ايه من الجزء بتاع المنهج اللي احنا درسناه. طالما بيكلمني عن لوكال ماكسيمم يبقى بيكلمني عن كريتيكال بوينت. احنا عارفين الكريتيكال بوينت بيبقى ليها one of two types، يا اما انها تبقى لوكال ماكسيمم فاليو او لوكال مينيمم، عندها يعني لوكال ماكسيمم فاليو او لوكال مينيمم فاليو. وممكن يبقى الكريتيكال بوينت ما عندهاش لا لوكال ماكسيمم ولا لوكال مينيمم. اذا هنا لما اجي افكر في السؤال انا بقول هاز لوكال ماكس، يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل ايه؟ تمام زي ما انا سامع، لازم اعمل فيرست ديريفيتيف للفانكشن واعمل سبستيوشن بالاكس اللي هي ايكوال باي على 4. افتكر الفانكشن معايا، الفانكشن كوتان اكس ماينس ام كوسيك اكس. لما اجي اعمل ديريفيتيف زي ما انا قلت اهو، ذا فانكشن هاز لوكال ماكسيمم فاليو ات ذا كريتيكال بوينت، يعني اف داش ايكوال 0. طيب يبقى 0 ايكوال ديريفيتيف الكوتان نيجاتيف كوسيك سكوير، ديريفيتيف الكوسيك نيجاتيف كوسيك كوتان، وكان عندي نيجاتيف في السؤال يبقى بوزيتيف. الكلام ده هيبقى ب 0 لما x ايكوال باي على 4. تعالى نعمل سبستيوشن عن x باي على 4، يبقى كوسيك سكوير باي على 4 اللي هي 45، بحولها لديجري طبعا طالما بعوض في فانكشن في التريجونومتريك فانكشن، بحول الفانكشن الانجل اللي عندي بالديجري، و بلس ام كوسيك 45 ملتبلاي قدام 45. طبعا كوسيك 45 بروت 2 يبقى السكوير بتاعها نيجاتيف 2، وكوسيك 45 روت 2 وكوتان 45 1 يبقى روت 2 ام. اذا الام ايكوال ايه؟ 2 على روت 2 بروت 2، يبقى الاجابه انسر ليتر اي. ده كان سؤال على الايه؟ على الابلكيشن بتاعت لوكال ماكسيموم ولوكال مينيموم. السؤال الثاني، if the point 1 on and 3 is an inflection point to the curve or of the curve of the function f where f dash x equal for x cube minus kx square, then the value of the constant k equal k. خلي بالك هو نقلني هنا لجزئية تانية. نقلني لإيه؟ إن البوينت دي inflection point. بس للكيرف بتاع مين؟ بتاع f dash. يعني الكيرف اللي عندي هو ال f dash. إحنا عارفين inflection point بتيجي منين؟ بتيجي منين؟ تمام، من السكند ديريفيتيف للفانكشن. طيب بس انا عندي هنا اف داش اكس، يبقى اذا هنا انا هجيب اف دبل داش اكس. اف دبل داش اكس يعني ايه؟ 12 اكس سكوير ماينس 2 كي اكس. الفليكشن بوينت لما الاف دبل داش اكس ايكوال 0 يعني 12، طبعا عند الاكس بكام؟ 1. 12 ماينس 2 كي ايكوال 0 بالكيب 6، هتبقى الإجابة عندي لتر سي. السؤال اللي بعد كده جزء تراكمي على الفيرست دريفت، بيقول لي اف اف اكس ايكوال 3 اكس ماينس 2 اند اف او اف. انت فاكر الكلام ده اللي هو ايه؟ كومبوزيت اوف فانكشن. كومبوزيت الفانكشن اف يعني بعمل سبستيوشن مكان الاكس بالفانكشن نفسها. ادي معنى ايه؟ اف و اف. هو عاوز بقى ايه؟ اف و اف يعني الكومبوزيت فانكشن
وبعدين اجيب الدريفتيف واعوض ب 1. وايه بيقول لي هل الاجابه تبقى 6 ولا نيجاتيف 6 ولا 9 اور 3. تعال نشوف السؤال. انا هعمل كومبوزيت للفانكشن. بيقول لي اف اكس ايكوال 3 اكس ماينس 3، يبقى اف او اف احنا اتفقنا بنشيل الاكس واحط بدلها الفانكشن نفسها تاني، يبقى 3 ملتبلاي الاكس ب 3 اكس ماينس 3 ماينس 2، هعمل البراكت يبقى 9 اكس ماينس 6 ماينس 2 يبقى 9 اكس ماينس 8. خلاص دي كده الكومبوزيت فانكشن اللي انا عاوز اعمل لها دريفت. الدريفت بتاعها بكام؟ ب 9. دريفت في كونستانت، يبقى عند اي نمبر بنفس الكونستانت يبقى الاجابه ليتر سي اللي هو 9. طيب نشوف another question. بيقول لي if a power y equal b power x where a and b belong to r positive then dy على dx equal كام؟ خلي بالك احنا عندنا a power y دي exponent function و b power x، يبقى انا بتعامل مع مين؟ مع ال exponent function، واحنا عارفين derivative الاكسبوننت فانكشن الرولز بتاعتها عباره عن ايه؟ الاي باور واي تبقى اي باور واي في دريفتيف الباور، والبي باور اكس تبقى بي باور اكس في دريفتيف الباور. ما انساش بضرب فين؟ في لين البيز. طيب انا عاوز هنا دي واي على دي اكس ايكوال كام؟ تعالى نعمل دريفتيف زي ما احنا قلنا. اي باور واي هي هيها اي باور واي في دريفتيف الواي اللي هي دي واي على دي اكس، في ناس تحطها واي داش الاثنين عادي. في لين البيز يبقى لين اي. طب البي باور اكس هي بي باور اكس في لين بي. طب انا كنت عاوز دي واي على دي اكس، يبقى اعمل ايه؟ ديفايدد بي باور اكس على اي باور واي وبعدين لين بي على لين اي. خلي بالك بقى بي باور اكس على بي باور واي، مش احنا خدنا اللي في الجيفن كان الفانكشن ايه؟ a بار اكس ايكوال b بار اكس ايكوال a بار واي. طالما b بار اكس ايكوال a بار واي يبقى الناتج بتاع الديفايدد ده ب 1، يبقى 1 ملتبلاي. طب لين b على لين a اللي هي اصلها لوج لوج a للبي، لوج اكس للبي مثلا اوفر لوج اكس للاي. طب لوج على لوج بيبقى لوج ايه؟ لوج النمبر للبيز، يبقى لوج a للنمبر b. الكلام ده هنلاقيه فين؟ هنلاقيه في لتر بي اللي هي لوج A للبي. خلي بالك احنا دايما بنفكر في الجزء بتاع اللين وعلاقته باللوج، هو نفس القوانين بتاعت اللوج، هي نفس قوانين اللين، ولكن الفرق بين اللوج واللين احنا قلنا اللوج البيز بتاعه ماشي ممكن يكون any real number not equal 1، any real positive number not equal 1، ولما بيبقى البيز بتاع اللوج 10 بنسميه common logarithms. اما لما يبقى البيز عندي e بنسميه لين، يبقى اللين هو لوج بس البيز بتاعه e. طيب تذكره بس عشان الناس تبقى معانا. السؤال اللي بعد كده بيقول لي if a not equal b، خلي بالك a not equal b and integration from a to b 3x square minus 1 dx equal 0 then a square plus b square equals k. طيب هل هي equal a b ولا 1 minus a b ولا a b plus 1 ولا a plus 1؟ احنا عارفين الديفينيت انتجريشن بنعمل ايه؟ انتجريشن للفانكشن خلاص، في بعد كده بعوض اف بي ماينس اف اي. تمام، خلي بالك في ناس بتحط في دماغها ان الديف انتجريشن لازم هيتعمل على الكالكوليتور. لا طبعا مش كل المسائل ديف انتجريشن. لو عندك مساله في الاريا او في الفوليوم ومديني الحدود بتاعه الانترفال بتاع الانتجريشن، خلاص كلام واضح وصريح، يبقى اذا هنا من حقي ان انا اعملها على الكالكوليتر. الكالكوليتر كخطوه من خطوات الايه؟ الحل. انما هنا هو مديني كونستنت من ايه لبي،
زي ما احنا اتفقنا انا هعمل انتجريشن للفانكشن من A ل B، يبقى هعمل ايه بعد الانتجريشن؟ اعوض، اعمل سبستيوشن اف بي ماينس اف. تعال نشوف الحل. انا عندي ايه؟ الانتجريشن اكس كيوب ماينس اكس فروم A تو B، هو مديهولي بكام؟ بزيرو. هو قال لي الانتجريشن بزيرو. طيب حد يسالني يقول لي طب ما هو الانتجريشن طالما بزيرو يبقى الفانكشن ديت مالها؟ اوت فانكشن. هقول له ماشي، الانتجريشن بيبقى زيرو لما تبقى اوت فانكشن، لما اكون عامل انتجريشن فروم نيجاتيف A تو A، يعني فروم نيجاتيف A تو A. مين اللي ضمني هنا؟ اولا الفانكشن مش اوت فانكشن، احنا لو رجعنا للفانكشن ها 3x سكوير ماينس 1 دي مش اوت فانكشن. خلاص يبقى حته ان انا اربط الزيرو في الاوت فانكشن بالانتجريشن هنا غير منطقي. يبقى اذا انا بعمل انتجريشن عادي عشان ما حدش يقول لي احنا ليه عملنا انتجريشن. طيب الانتجريشن اكس كيوب ماينس اكس فروم A تو B هنجيب اف بي ماينس اف A. اف بي يعني ايه؟ هنعوض مره بالبي يبقى بي كيوب ماينس بي ماينس اف A. بعمل براكت للماينس يا جماعه عشان تغيير الاشارات، نخلي بالنا ونركز. يبقى A كيوب ماينس A ايكوال زيرو. عاوزين نعمل سمبليفاي الكلام اللي بعد كده، حاجات تراكميه من اللي علينا. هنفك البراكت B كيوب ماينس B ماينس A كيوب بلس A، واعمل ايه بقى؟ اعمل جروبنج. انا عاوز اعمل فاكتورايز بالجروبنج، فاخد ايه؟ B كيوب ماينس A كيوب في براكت ماينس B ماينس A. طبعا لما اقول ماينس B يبقى الـ A دي هتبقى نيجاتيف، عشان تبقى لما افك البراكت تاني ده يبقى نيجاتيف B بلس A. طيب البراكت الاولاني ده هعمله فاكتورايزيشن ديفرنس اوف تو كيوبس. كويس قوي، اللي هو الناس بتقول لي براكت صغير وبراكت كبير زي ما انتم بقى يعني واخدين. يبقى B ماينس A اللي هو الكيوبك روت الاول والتاني، وبعدين سكوير الاول B سكوير. ما تنساش ان احنا بنعمل تشينج للساين دي بتبقى بلس بلس A A سكوير ماينس B ماينس A، سيبها زي ما هي. هنا بقى اصبح عندي ايه؟ كومن فاكتور اللي هو B ماينس A. تعال نطلعها مره اهي، كومن فاكتور B ماينس A. اتفضل من البراكت الاولاني B سكوير بلس A B بلس A سكوير ماينس 1. طيب قال لي ايه بقى؟ ال B ماينس A نوت ايكوال زيرو. ليه؟ ما احنا عندنا حاصل ضرب حاجتين ايكوال زيرو، يا اما البراكت الاول ايكوال زيرو يا اما البراكت الثاني ايكوال زيرو. بس هو اداني شرط في اول مساله، قال لي ال A نوت ايكوال B، يبقى اذا B ماينس A نوت ايكوال زيرو، لان ده هيخلي ال A ايكوال B، وهو قال لي A نوت ايكوال B. يبقى الجزء الثاني هو اللي ايكوال زيرو، يبقى بي سكوير بلس اي بي بلس اي سكوير ماينس 1 ايكوال زيرو. طب هو كان عاوز بي سكوير بلس اي سكوير، هودي بقى مين؟ الاي بي والنيجاتيف الناحيه الثانيه هتبقى اي بي بلس 1. ماشي، الاجابه هتبقى ليتر سي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي عاوزين دي واي على دي اكس لو كانت الواي ايكوال لوج 2 اكس ماينس 3 باور 2. طيب والاختيارات قدامي اهيت، هشوف انا عندي اللوج. قوانين اللوج طبعا لو في باور، احنا قلنا الباور ده ها يبقى نعمل له سمبليفاي لل نزله قدام اللوج، يبقى الواي ايكوال 2 لوج اكس 2 اكس ماينس 3. ديريفيتيف اللوج واحد على الفانكشن زي اللين، في ديريفيتيف الفانكشن اهي واحد على 2 اكس ماينس 3. ديريفيتيف ال 2 اكس ماينس 3 2، وال 2 ديت اللي كانت عندي اصلا خلاص، يبقى ما جبتهاش من معايا. وبقسم على لين ايه؟ لين البيز. ما احنا لسه قايلين بقى اللوج ده اسمه كومن لوجاريثمز، لو بيز ولا ملوش لو بيز؟ البيز 10 يبقى لين 10، يبقى بعمل ديفايدد لين البيز. واحد يقول لي طب واحنا في اللين ليه ما بنعملش ديفايدد لين البيز؟ ما عشان البيز اي ولين اي ب 1، انما هنا لين 10 مش ب 1. خلاص نعمل سمبليفاي، يبقى 4 ملتبلاي 2 ملتبلاي 2 4
على 2x ماينس 3 لين 10 يبقى الاجابه لتر A لتر C. تمام. نخش تاني على ديريفيتيف. قال لي ايه؟ انا عندي x ايكوال ده بنسميها طبعا بارامتريك ديريفيتيف كلنا فاكرينه. x ايكوال ساين 2 باي ثيتا والy ايكوال كوزاين 2 باي ثيتا. وانا عاوز دي واي على دي اكس لما الاكس لما ثيتا بكام؟ ب 1 على 6. طيب انا هجيب الاول ديريفيتيف الايه؟ ديريفيتيف الاكس ويز ريسبكت تو ثيتا. الديريفيتيف بتاعي بقى عباره عن ايه؟ 2 باي كوزاين 2 باي ثيتا، لان ديريفيتيف الساين ما احنا عارفين ان هو كوزاين. طب وديريفيتيف الواي الكوزاين بنيجاتيف ساين دي واي على دي ثيتا نيجاتيف 2 باي ساين 2 ثيتا. ماشي. يبقى الدي واي على دي اكس الدي واي على دي اكس قانون بقى اللي تشيل نقول دي واي على دي ثيتا ملتبلاي دي ثيتا على دي اكس او ديفايدد دي اكس على دي ثيتا. اللي انت بقى يعني ايه يعني واخد عليه في الشكل بتاعه يبقى دي واي على دي ثيتا ملتبلاي دي ثيتا على دي اكس عشان اعمل تشيل رول او دي واي على دي ثيتا ديفايدد دي اكس على دي ثيتا. هي هي المهم ان كده كده هعمل ايه؟ هعمل ده ديفايدد ده ديفايد دي واي على دي ثيتا ديفايدد ده يبقى نيجاتيف 2 باي ساين 2 ثيتا على 2 باي كوساين 2 ثيتا. هنشيل 2 باي مع 2 باي وساين 2 ثيتا على كوساين 2 ثيتا بتان بس نيجاتيف 10 2 ثيتا. هو مديني ثيتا بكام؟ 1 اوفر 6. هنعوض هتبقى نيجاتيف 10 2 باي ملتبلاي اوفر 6 اعمل سمبليفاي هتبقى تان 1 اوفر 3. 1 اوفر 3 بكام؟ ب 60 يبقى نيجاتيف 10 60 و 10 60 بروت 3 تبقى الاجابه عندي كام؟ نيجاتيف بروت 3. دي كانت الاجابه بتاع السؤال. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا if find integration x over x minus 1 minus 1 all power 5 dx بيساوي كام بلس c. بنفكر نعمل ايه؟ ها احنا عندنا في باور وعندنا في فراكشن ماينس 1 سامع ناس بتقول هنعمل ايه؟ كومن دينومينيتور. كلام كويس. تعال نجرب. انا عندي هنا هعمل كومن دينومينيتور اللي هو اكس ماينس 1 يبقى اكس ماينس براكت اكس ماينس 1 لما اعمل سمبليفاي اللي فوق ده هيبقى عباره عن 1 اوفر اكس ماينس 1 اوفر 5 بقت مساله عاديه خالص. طبعا 1 باور 5 على x ماينس 1 اول باور 5 يبقى x ماينس 1 اول باور نيجاتيف 5 انتجريشن هنعمل ايه؟ الباور بلس 1 هيبقى نيجاتيف 4 يبقى نيجاتيف 1 على 4 في x ماينس 1 باور نيجاتيف. طبعا انا ممكن انزل ده تاني في الدينومينيتور يبقى نيجاتيف 1 على 4 في x ماينس 1 اول باور 4. خلاص ونشوف كانت الاجابه الهين المناسبه للكلام ده. انتجريشن بيقول لي هنا اكس كيوب فانكشن ماينس 4 اكس سكوير بلس 4 اكس اول باور 3 اوفر 5 على فيفث روت اكس ماينس 2 دي اكس ايكوال كام بلس سي. خلاص. طيب طبعا انا عاوزين نركز شويه على مفاهيم الانتجريشن. انا لما الاقي فانكشن فيها ديفايدد زي السؤال اللي فات احنا قلنا يا اما في رول للانتجريشن بتحل السؤال بمعنى ايه؟ انا عندي اكتر من رول فيها ملتبلاي وديفايدد في اللين طبعا وفي الاكسبوننت فانكشن اي باور اكس واي باور اكس
والفانكشن في الدريفيتيف بتاعها، كل ده عندي لما يكون في ديفايدد او مالتيبلاي. طب لو انا المساله مش ماشيه اي جزئيه من اللي احنا بنقول عليه ده، يبقى لازم اتصرف فيها تصرف تاني. تعال نشوف الفانكشن دي، هل النيميريتور ديريفيتيف الدينيميناتور عشان اقول اف داش على اف اكس تبقى لين؟ لا مش واضح خالص. يبقى هنستبعد فكره اللين خالص، وانا ملاحظ ان مفيش في الاختيارات لين، انما ممكن يخدعني ويجيب لي اختيارات فيها لين عشان الناس تفكر. ولكن انا ببص كده في لمحه سريعه، الديريفيتيف بتاع الدينيميناتور ده مش هو النيميريتور خالص. إذا أنا هلجأ ليه بقى؟ هلجأ لحاجة تانية خالص. أنا عندي البراكت اللي فوق كان all power 3 over 5. يعني ممكن أقول all power 3 all power 1 على 5. طب والبراكت اللي تحت كان root، ها؟ كان fifth root، يبقى ممكن أعمله power 1 على 5. أصبح النيميريتور على الدينيميناتور all power 1 على 5. الناس مستوعبة اللي أنا بقوله؟ ان انا عندي لما يكون النيميريتور والدينيميناتور لهم نفس الباور، كان بقول a اوفر b all باور n، كان اصلها ايه؟ a باور n اوفر b باور n، او ده اللي حصل هنا. طب وبعدين؟ انا هنا هاجي في البراكت ده اخد x كومن فاكتور. انا معايا فانكشن من الثيرد ديجري، صعب الفاكتورايز بتاعها، بس انا ملاحظ حاجه، ان في بيرفكت سكوير شكله طالع معايا اللي هو نيجاتيف 4، يعني اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 4 ده بيرفكت سكوير، هيساعدني كتير جدا في السمبلفاي. عشان كده خدت ايه؟ خدت الاكس دي كومن فاكتور، اتفضل جوه اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 4 كله اول بار 3 على اكس ماينس 4. لسه احنا بنعمل ايه؟ سمبلفاي. هوزع الباور 3 ده على البراكت وعلى البيرفكت سكوير، على الاكس وعلى البيرفكت سكوير، يبقى اكس كيوب، ودي اصلا اكس ماينس 2 اول باور 2 اول باور 3 تاني، ده بيرفكت سكوير اللي جوه ده اللي هو اكس ماينس 2 اول باور 2 وفي باور 3 بره بقت باور 6، يبقى بقت اكس كيوب في اكس ماينس 2 اول باور 6 اوفر اكس ماينس 2 لسه اول باور 1 على 5. حلو قوي. طب ما هو ده نفس البيز، نعمل الباور ماينس، هتبقى هنا ايه؟ اكس كيوب في اكس ماينس 2 all باور كام؟ all باور 1 اوفر 5. تعالى بقى وزع الباور، هتبقى اكس باور 3 اوفر 5 ماشي، اللي هي 3 في 1 على 5 يبقى 3 باور 5، واكس ماينس 2 باور 5 في 1 على 5 في اكس ماينس 2 بس باور 1. كده اصبح عندي براكت يقدر يتفك عادي، هنضرب الاكس باور 3 على 5 في الاكس، معروف ان انا بعمل ايه؟ بعمل الباور بلس، يبقى اكس باور 3 اوفر 5 ملتبلاي اكس باور 1 يبقى اكس باور 8 اوفر 5 ماينس 2 ملتبلاي اكس باور 3 على 5. وكده بقت الانتجريشن عندي طبيعي جدا وعادي جدا. يلا اعمل 8 على 5 بلس 1 هتبقى 13 على 5، لما اقسم عليها تبقى 5 على 13 اكس باور 13 على 5. يلا اعمل 3 اوفر 5 بلس 1 هتبقى 8 على 5، هتبقى لما اقسم عليها خلاص تبقى هنا طبعا ال 8 لما تتقسم على 2 تبقى 4 في 8 على 5 بلس 6. شوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي ليميت x tends to infinity k بلس x باور 2x اوفر x ايكوال e، يبقى الk بكام؟ احنا بنخرج عن نطاق الشيء المألوف. بيقول لي هنا في كي بلس اكس اوفر اكس ايكوال الليمت بتاعتها بإي، لازم اظبطها طبعا. تمام، يبقى انا هقول له ايه؟ اكس على اكس ب1 بلس كي على اكس اول باور 2 اكس، المفروض الناتج ده اي باور 2 كي. طب ما هو مداني بإي، يبقى إي باور 2 كي إيكوال إي، البيز بيساوي البيز، يبقى إذا 2 كي إيكوال 1 يبقى الكي بهاف. دي مسألة بسيطة.
ونشوف السؤال اللي بعد كده. رجعنا تاني للبيهيفير اوف فانكشن، بيقول لي اف اكس ايكوال اكس سكوير بلس بي على اكس، هذا كريتيكال بوينت ات اكس ايكوال 2. ده موضوع بسيط جدا. كريتيكال بوينت، كريتيكال بوينت معروف، الفانكشن عندها اف داش ايكوال 0 اور اف داش اندفايند. خلي بالك لازم المبدا ده تكون انت مركز فيه و حاطه في دماغك. اول ما اسمع كريتيكال بوينت ما تقوليش اف داش بزيرو، لا، في مبدئين لازم تكون مقتنع بيهم او عارفهم كويس، ان الكريتيكال بوينت مش اف داش بزيرو بس، لا، ده اف داش بزيرو او اف داش اندفايند. طيب اذا هنا انا هجيب اول حاجه اف داش بزيرو، اف داش بزيرو يبقى اف داش هيساوي 2 اكس ماينس بي على اكس سكوير. لما احط اف داش بزيرو خلاص، ولما الاكس ب 2 هتبقى 2 مالتبلاي 2 4 ايكوال بي على 4، يبقى البي ب 16، يبقى ده الانسر اللي هي رقم. طيب انا في حد بيسالني بيقول لي ليه ما استخدمتش بقى، ليه ما استخدمتش ان اف داش ايكوال 0؟ اهو اف داش ايكوال 0، اف داش اندفايند لما الاكس ب 0. خلاص ادي اف داش اهيت، الاف داش دي اندفايند لما الاكس ب 0. حلو قوي. ولكن الاكس ايكوال 0 نوت بيلونج تو ذا دومين اوف ذا فانكشن. مهم جدا ان انت تسمع الكلام ده. الكريتيكال بوينت لازم تبقى موجوده في الدومين بتاع الفانكشن. يعني ما اقدرش اشتغل على فانكشن على نقطه تبقى كريتيكال بره الدومين، حتى لو كانت بتخلي الاف داش بزيرو او بتخلي الاف داش اندفايند، بس هي بره الدومين. اذا انا بشتغل فين؟ بشتغل على دومين الفانكشن. الدومين هنا ار ديفرنس زيرو، يبقى ما تحطليش بقى الاكس اكس ايكوال زيرو از كريتيكال بوينت. يبقى نقطه مهمه جدا عشان تبقى كريتيكال بوينت، لان الكريتيكال بوينت احنا بنقول بوينت lies on the curve of the function، يبقى لازم تبقى موجوده في الدومين بتاع الفانكشن، يعني لازم الفانكشن تبقى continuous عندها. طب وبالنسبه للانفليكشن بوينت نفس الكلام يا سيدي، الانفليكشن بوينت لازم تبقى بوينت موجوده على الدومين بتاع الفانكشن. خلاص ونشوف السؤال اللي بعد كده. يقول لي سؤال على الاريا، the area of the region bounded by the curve of the function f such that fx equal cubic root 2x plus 2 and the straight line x equal 3 and the x-axis. انا عاوز الاريا between الكيرف ده between الستريت لاين x equal 3 مع الx-axis. طبعا عارفين الاريا، خلاص بستخدم اول حاجه بجيب الزيرو بتاع الفانكشن عشان اعرف الحدود بتاع الانتجريشن. 3x بلس 2 ايكوال 0 عند الاكس ايكوال نيجاتيف 1. طيب انا عندي هنا الاشاره قبل نيجاتيف 1 بنيجاتيف وقبل وبعد نيجاتيف 1 ببوزيتيف. انا عاوز اعمل ايه؟ انتجريشن. وقال لي اف اكس ايكوال 3، يبقى انا هعمل انتجريشن، ها؟ من نيجاتيف 1 لكام؟ ل 3. خلاص؟ يبقى من نيجاتيف 1 ل 3، من نيجاتيف 1 ل 3 انتجريشن اف اكس دي اكس، طبعا دي كيوبك روت هتبقى 1 اوفر 3. طبعا هنا انا عندي الفانكشن باور ان، يبقى لازم ديريفيتيف اللي جوه ده موجود عندي، ديريفيتيف اللي جوه 2، فهعمل ملتبلاي 2 واعمل ديفايد 2. ادي الديفايد تو اللي احنا عملناه خلاص، وبعدين بزود الباور 1 سيرت بلس 1 تبقى 4 على 3 واقسم عليها تبقى 3 على 4 في 2 اكس بلس 2 4 على 3. والحدود بتاعت من نيجاتيف 1 لحد 3. لو جالي حاجه زي كده عادي، انا مباح ليا ان انا استخدم الكالكوليتور في الحساب بتاعها، هتطلع 6 سكوير يونت. خلاص؟ طيب ونشوف
سؤال تاني على الابلكيشن. بيقول لي ايه؟ A B C is a triangle right angle at B. يبقى أنا عندي right angle triangle at B. وبعدين A B equal 12 سنتيمتر وال B C equal 18. يبقى right angle triangle two sides بتاع right angle 12 و 18. وبعدين D belong لل A C وال H D بربنديكولار على البي اي والدي اي بربنديكولار على البي سي. تقدم ات اتش اند او ريسبكتيفلي. طيب الموضوع محتاج ان انا ابص على الرسم. بيقول لي بقى ذا دايمنشن اوف ذا ريكتانجل دي اتش بي او ويتش ميك ذا اريا ماكسيمم. طبعا الدايمنشنز يعني هو بيسالني عن الايه؟ عن اللينس والويدث. وممكن يطلب مني الاريا على طول لو هو عاوز يخليها في الاختيار حاجة واحدة، هيطلب الاريا على طول او البريمتر او اي حاجة. المهم انا عندي ادي الترانجل اي بي سي زي ما قلنا، انا عندي اتش بيلونج للاي بي واو بيلونج للبي سي، ورسمت الاتش دي بيربنديكولار على الاي بي والدي اي بيربنديكولار على البي سي. طبعا بيربنديكولار يعني دي بقى ترايت انجل ودي بقى ترايت انجل، وانا عندي الترانجل ده كان رايت انجل ترانجل. يبقى فعلا الشكل اللي هو اشتغل عليه اللي هو اتش بي او دي ده ريكتانجل. عاوز نشوف امتى الريكتانجل ده تبقى الاريا ماكسيمم. طيب الاريا خلاص انت هتحط في دماغك الاريا بتاع ريكتانجل لينس مالتبلاي ويدث. يبقى انا لازم طالما اللينس هيتغير والويدث هيتغير يبقى لازم افرضهم ايه؟ بحاجه فاريبل. فانا قلت ايه؟ لو انا فرضت ان ال اتش بي بالواي، خلي بالك ال اي بي كله كان ب 12 والبي سي كان ب 18. طب وفرضت السي او باكس يبقى الاو بي 18 ماينس اكس. انا كده طلعت التو دايمنشن الواي و 18 ماينس اكس. المفروض الاريا ايه؟ عباره عن واي ملتبلاي 18 ماينس اكس. بس طبعا احنا متفقين من قبل كده في مسائل الابلكيشن اوف ماكسيمم او مينيمم، الاريا اللي انا عاوزها تبقى ماكسيمم عاوزها ريليتد مع وان فاريبل، مع الاكس او مع الواي. يبقى ما ينفعش اكس في واي. طيب ما هجيب العلاقه بين اكس وواي ازاي؟ قال لي تان الانجل سي. طبعا في ناس انا سامع بتقول عن طريق السيميلاريتي، كلام سليم جدا. سيميلاريتي الترانجل اي بي سي ودي او سي، التو ترانجل دول سيميلار. او حد تاني قال لي انا هستخدم تان سي، خلاص الاسهل لك او اللي يشتغل معاك ساعه ما وانت بتحل امتحان. كمل الاثنين صح ان شاء الله. تان سي، تان سي بيساوي ايه؟ اي بي على البي سي. احنا قايلين اي بي قبل كده بكام يا مستر؟ ب 12 والبي سي ب 18. يبقى 12 على 18 ايكوال برضه ايه؟ تان سي في الترانجل بي او سي واي على اكس. هي نفس فكره السيميلاريتي، خلي بالك. كده انا جبت علاقه بين اكس وواي، يبقى الواي ايكوال ايه؟ 2 اوفر 3 اكس. يبقى دايما بفكرك تاني في مسائل الابلكيشن اللي هي بتاع لوكال ماكسيموم ولوكال مينيموم. بعد ما تفرض الفاريبلز اللي عندك لازم تخلي الاريا او البريمتر او الفوليوم او اي حاجه هو عاوزها هي ريليتد بين حاجتين اتنين بس، الاريا اللي انا عاوزها او الحاجه اللي انا عاوزها ماكسيمم مع وان ايه؟ وان فاريبل واحد او وان انون واحد. يبقى الاريا زي ما احنا قلنا ايه؟ لينس ملتبلاي ويدث 8 واي ملتبلاي 18 ماينس 6. ما تنفعش واي واكس زي اللي بقولها للمره الرابعه. امال عملنا ايه؟ شلنا الواي ونحط 2 اوفر 3 اكس، خلصت المساله كده يا سنه ثالثه. طالما انت وصلت الريليشن دي، دي الاريا دي اللي عليها دريفت، بسطها يبقى 2 اوفر 3 اكس ملتبلاي 18 تبقى 12 اكس، 2 اوفر 3 اكس ملتبلاي اكس يبقى 2 اوفر 3 اكس سكوير. خلاص كانك بتحل مساله بيهيفير عادي جدا جدا. هتجيب الفيرست دريفتيف اي داش 12 ماينس 4 اوفر 3 اكس، الاي دبل داش نيجاتيف 4 اوفر 3،
خلي بالك احنا قلنا لما يكون الساين بتاع الاي دبل داش نيجاتيف يبقى الكلام بيكلمني على ماكسيموم. طيب اما احط ايه داش بزيرو امتى؟ لما الاكس ب 9، اما احط الكلام ده بزيرو 12 ايكوال 4 اوفر 3 اكس، يبقى 36 ايكوال 4 اكس، يعني اكس ب 9. الاكس ب 9 كده كده الاكس طلع عندي 1 فاليو بس، واساسا الاريا نيجاتيف طول عمرها، يعني كل الفاليوز اللي عندي بتخليها ماكسيمم. طيب يبقى اذا الاريا ماكسيمم لما الاكس ب 9، الواي هجيبها منين بقى؟ من الايكويشن اللي احنا جايبينها قبل كده، واي ايكوال 2 اوفر 3 اكس، يبقى الواي و6، يبقى الدايمنشن كام؟ 9 اند 6. خلاص لو طلب مني الاريا هعمل لينس مالتبلاي ويدث، الامر عادي. لو طلب بريمتر هجيب البريمتر، يبقى كل الامور دي هتبقى سهله. اهم حاجه البدايه بتاعه الايه؟ التفكير في المسائل. نشوف سؤال تاني. بيقول لي if the two curves y equal cx minus x square and y equal x square plus ax plus b have a common tangent at the point 1 و 0 يبقى a plus b plus c بكام؟ هو السؤال دلوقتي يعني ايه have a common tangent؟ يعني ايه have a common tangent؟ يعني السلوب في الحالتين واحد. السلوب بتاع التانجنت، لان هو common tangent يعني ايه؟ يعني تانجنت الكيرف الاول وتانجنت الكيرف الثاني. انا بفكر معاك، انت لما تسمع كلام في المساله هتعمل ايه؟ انا بيقول لي كومن تانجنت، يعني الكيرف ده والكيرف ده في ستريت لاين تاتش للاثنين. تاتش للاثنين يعني ايه؟ ما هو يعني التانجنت واحد، يبقى السلوب بتاع التانجنت هنا هو نفس السلوب بتاع التانجنت هنا. ونشوف بقى الخطوات هنمشي ازاي. قال لي M1 سلوب بتاع الايه؟ الاولاني C minus 2X at X equal 1، يبقى M1 equal C minus 2. طب و M2 derivative في الفانكشن الثانية 2X plus A، لما ال X ب 1 يبقى M2 2 plus A. طيب the two curves have a common tangent زي ما احنا اتفقنا بقى M1 equal M2. سؤال يا سنة ثالثة، هو امتى تاني؟ امتى؟ متى؟ هوين؟ M1 equal M2 تاني لما يكون التو تانجنت بارلل، عشان يعني ما نقولش ان دي حاجه مختلفه، لا ما هي هياها. احنا عارفين كويس قوي ان تو ستريت لاين هاف ذا سيم سلوب بيبقوا بارلل. خلاص؟ طب ولو كان هو نفس الستريت لاين يبقى برضه هو نفس السلوب. خلاص كده عشان الحته ما تعديش علينا بس. يعني لما يكون التو تانجنت بارلل يا مستر يبقى السلوب الاولاني ايكوال السلوب الثاني. باي ذا واي بقى لما يكونوا التو تانجنت بيربنديكولار يبقى ام 1 ايكوال نيجاتيف 1 اوفر ام 2، او الطريقه الثانيه اللي احنا عارفينها ان ام 1 ملتبلاي ام 2 ايكوال نيجاتيف 1. طيب انا عندي هنا هاف ذا كومن تانجنت، يبقى اذا السلوب الاولاني اللي هو سي ماينس 2 ايكوال السلوب الثاني اللي هو 2 بلس اي. اذا سي ماينس اي 4. طيب ادي اول ايكويشن اهو، احنا قلنا سي ماينس اي ايكوال 4. طب ولكن البوينت 1 و 0 ديت 1 و 0 لايز اون ذا تو كيرفز، دي واقعه فين؟ على الكومن تانجنت، بنسميها البوينت اوف تانجنسي. يبقى ساتسفاي الايكويشن الاولى والثانيه. يبقى اذا لما اعوض في التو ايكويشن هلاقي ايه؟ ال 1 ايكوال اي ايكوال بي. خلاص يعني اذا هنا ال A equal ال B. طب لما اقول هنا ال A ب 1 ال A ب 1 يبقى C minus 1 equal 0 يبقى C ب 1. طيب اذا هنا انا بس الحته دي بلس 1 بلس اي بلس بي ايكوال كام؟ ايكوال 0. 1 بلس اي بلس بي ايكوال 0. طيب احنا قلنا هنا السي ب 1
الـ A لما أعوض هتبقى بـ 3 ولما أعوض في الـ equation 2 هتبقى الـ B بـ 2 يبقى A بلس B بلس C إيكوال 0. طيب السؤال اللي بعد كده برضو على الـ application of maximum و minimum بيقول لي هنا the maximum value of the expression equal كام؟ كلمة value خلي بالك عشان ما نقفش برضو طالما maximum يبقى انا هشتغل ايه؟ هشتغل absolute maximum من local maximum terminal. طيب الـ value يعني الـ y لما يكون ده ابسولوت ماكسيمم. طيب انا لازم هعمل نفس الكلام. هعتبر ان دي فانكشن بتساوي واي يبقى ليت واي ايكوال 8 اكس ماينس 3 انا سميت الاكسبريشن ده واي وهجيب الواي داش 8 ماينس 2 اكس واحط الواي داش بزيرو عشان اشوف ايه الكريتيكال بوينت هلاقي الاكس ب 4. طب واي دبل داش بكام؟ بنيجاتيف 2 ده معناها واي دبل داش اصغر من الزيرو لما الاكس ب 4 يبقى the value is maximum لما الx ب 4. طب هو عاوز ال value هتعوض بقى عن الx ب 4 لما اعوض عن الx ب 4 هتبقى 8 multiply 4 minus 4 باور 2 هتبقى الناتج 60. شوف السؤال اللي بعد كده برضه application بيقول لي if the total surface area of a closed circular cylinder equal 96 by centimeter square then the maximum volume of the cylinder is كام؟ انا بتكلم هنا عن ايه؟ عن cylinder ومديني surface area بتاع cylinder 96 وعاوز maximum volume of this cylinder. فكر في المسألة surface area بتاع السلندر بيساوي اللاتولر surface area زائد الاريا بيز مالتبلاي 2. خلي بالك طبعا الاريا بيز مالتبلاي 2 لان هو ما قاليش انها open from one side او without a lid او without a cover يعني المهم ان الاريا كامله. عارفين التوتال سيرفس اريا اللاتولر سيرفس اريا اللي هي البريمتر اوف بيز مالتبلاي هايت بلس 2 مالتبلاي اريا بيز. طيب اللاتولر سيرفس اريا اللي هي البريمتر اوف بيز مالتبلاي هايت تبقى 2 باي ار اتش والاريا بيز عشان هي سيركل باي ار سكوير يبقى 2 باي اي سكوير. الكلام ده بكام؟ الكلام ده ب 96. جميل يبقى 96 باي ايكوال 2 باي ار اتش بلس 2 باي 2 باي ار سكوير. اعمل ديفايدد باي وبالمره ديفايدد 2 كمان هيبقى 48 ايكوال ار اتش بلس ار سكوير. انت بتعمل ايه؟ انت بتحاول تجيب ريليشن بين التو فاريبل اللي هم ار واتش عشان اخلي الايكويشن فيها حاجه واحده بس. الاتش هنا هيساوي ايه؟ لما اودي الار سكوير هناك بالنيجاتيف يبقى 48 ماينس ار سكوير واقسم على ار يبقى اوفر ار. يبقى انا كده جبت علاقه بين الاتش والار عشان لما اجي اجيب بقى الفوليوم الفوليوم بيساوي ايه؟ بيز اريا ملتبلاي هايت. تمام يبقى باي ار سكوير اتش. لازم اشيل الاتش ليه؟ احنا قلنا الفوليوم في مسائل الابلكيشن لازم يكون ريليتد مع وان فاريبل واحد. يبقى خلاص احنا ثبتنا مين؟ الار. يبقى هشيل الهايت واحط بداله ايه 48 ماينس ار سكوير على ار. طب اعمل سمبليفاي بشيل ار مع ار اللي تحت هتبقى باي واضرب الار دي جوه يبقى 48 ار ماينس ار كيوب. عايزين الفوليوم ده يبقى ايه؟ ماكسيمم. ادي الفوليوم اهوت باي 48 ار ماينس ار كيوب. اعمل ديريفيتيف الفوليوم يبقى باي اللي جوه 48 ماينس 3 ار سكوير اخد 3 كومن هتبقى 16 ماينس ار سكوير. طيب يا الار اعمل فاكتورايز هيطلع بص في نيجاتيف 4. طبعا الار ما تنفعش نيجاتيف يبقى الار بكام؟ ب 4 او نيجاتيف 4. نيجاتيف 4 ريفيوزد
negative 4 refused. The second derivative negative 6r bar. طيب لما الاب لما الار ب 4 السكند ديريفيتيف هيطلع نيجاتيف يعني ايه؟ يعني ماكسيمم. يبقى اذا الفوليوم ماكسيمم من ار ب 4. طيب انا عايز اجيب الدايمنشن الثاني اللي هو الاتش، هنعوض في العلاقه بتاعت الاتش 48 ماينس ار سكوير اوفر 4 هتطلع 8. اذا الريديوس ب 4 والهايت ب 8 انا عاوز الماكسيمم فوليوم، يبقى الماكسيمم فوليوم احنا قلنا الفوليوم عباره عن ايه؟ باي ار سكوير اتش هيطلع 128 باي. الاجابه لتر دي. تمام؟ تمام. قال لي اللي بعد كده على الليمت، بيقول لي هنا ليمت لين اكس ماينس 1 على اكس ماينس اي ايكوال 1 اوفر اي روت اي نيجاتيف اي هاف اي. الليمت بتاع الكلام ده احنا لازم نوصلها لشكل من الاشكال الايه؟ القوانين الليمت. فانا هحط اكس ماينس اي ايكوال واي، اكس ماينس اي ايكوال واي، يبقى الاكس ايكوال اي بلس واي. لما الاكس تندس لاي يبقى الواي تندس لزيرو، يبقى ليمت واي تندس لزيرو عشان طبعا دي شروط الليمت لين اي بلس واي اوفر واي ماينس لين اي. لين اي اللي هو ايه؟ اللي هو ال1 خليناه لين اي. طيب الواي ده ممكن اعمله 1 اوفر واي في لين. طب ما هو لين ايه؟ مش ده لين اي ماينس لين اي بلس واي ماينس لين اي؟ لين اكس ماينس لين واي يبقى لين اكس اوفر واي، يبقى لين اي بلس واي اوفر اي. هنرفع الباور ده هنا يبقى باور هنا، يبقى ليميت لين اي بلس واي على اي باور 1 على واي، نعمل ديفايدد اي على اي ب 1 واي على اي باور 1 على واي، يبقى الناتج هيطلع طبعا 1 اوفر اي. الاجابه الاولى اللي عندنا. السؤال اللي بعد بيقول لي اف اف اكس بلس اف داش اكس ايكوال اكس كيوب بلس 5 اكس سكوير بلس اكس بلس 2 زين اف اكس ايكوال كام؟ يعني انا عاوز الاف اكس. طبعا لو سبتك تفكر هنا هتفكر في السؤال ازاي؟ انا عندي اف اكس زائد اف داش اكس ايكوال اكس كيوب بلس 5 اكس سكوير بلس اكس بلس 2. في ناس اول ما تشوف اف داش اكس يعمل انتجريشن. اعمل انتجريشن ازاي؟ انا عندي اف اكس زائد اف داش اكس. امال هفكر ازاي؟ امال انا هنا هفكر في السؤال ازاي؟ انا عندي هنا طريقه التفكير بقى الاف اكس والاف داش اكس الصم بتاعهم فانكشن من الفيرست ديجري. خلي بالك الاف اكس والاف داش اكس الصمشن بتاعهم فانكشن اوف ثيرد ديجري. ده معنى ذلك ايه بقى؟ ان الاف اكس عندي من انهي ديجري؟ لازم تبقى الاف اكس فانكشن اوف ثيرد ديجري، عشان لما اعمل ديريفيتيف اف داش اكس هتبقى سكند ديجري. لما اجمع فيرست اوف سكند ديجري مع فيرست اوف ثيرد ديجري لازم يتبقى لي الثيرد ديجري. اذا عندي الاف اكس يا شباب طالما من الثيرد ديجري يبقى الاف اكس عباره عن اي اكس كيوب. اي فانكشن من الثيرد ديجري لازم تفرضها كامله في الايه؟ الترمز بتاعتها كاكسبريشن، يعني في اكس كيوب وفي اكس سكوير وفي سي اكس وفي كونستانت. اللي يطلع معاك بزيرو بعد كده مش مشكله، بس ده الاساس. اذا اف اكس يا سنه ثالثه اي اكس كيوب بلس بي اكس سكوير بلس سي اكس بلس دي. انا جبت الاف اكس وعاوز الاف داش اكس، هات الاف داش منها. الاف داش هنا عباره عن ايه؟ 3 اي اكس سكوير.
بلس 2 بي اكس بلس سي. ده الاف داش وده الاف اكس، المفروض مجموعهم الاثنين يديني الجيفن اللي كان قال عليه. هرجع تاني اقول له بقى اف ده اف اكس زائد اف داش اكس، انت مديهولي بكام؟ باكس كيوب بلس 5 اكس سكوير بلس اكس بلس 2 بلس 3 اكس سكوير بلس 2 بي. طيب يبقى ايه اكس كيوب بلس بي اكس سكوير بلس اكس بلس دي بلس الدريفت بتاعنا 3 اكس سكوير بلس 2 بي اكس بلس سي ايكوال الجيفن فانكشن اللي احنا كانت عندنا اللي هي ايه بقى؟ اكس كيوب بلس 5 اكس سكوير بلس اكس بلس 2. هنا في بلس 2. طيب اف داش اكس بلس اف اكس هنجمع لك هنجمع لك ترمز طبعا اكس كيوب مفيش غيرها. طب الاكس سكوير في بي اكس سكوير وفي 3 اي اكس سكوير، لما اخد اكس سكوير هيبقى ايه؟ بي بلس 3 اكس بلس 3 اي. طب الاكس عندي هنا كوفيشن اكس مع السي و2 بي اكس، هاخد الاكس كومن هتبقى اكس سي بلس 2 بي والكونستانت بي بلس سي. انت بتعمل ايه بعد كده؟ بتعمل كومبيرنج للايه؟ احنا عندنا قاعده في البولينوميال فانكشن. البولينوميال فانكشن دايما الايه؟ الكونستانت متساويه لكل ايه؟ لكل ترم بتاع الديجري متساوي. يعني المفروض ايه اكس كيوب ايكوال اكس كيوب. يعني الايه 1. طب بي فين هنا الكوفيشن اكس سكوير؟ بي بلس 3 اي بيساوي ال 5، يبقى بي بلس 3 اي ايكوال 5، وانت عندنا الاي ب 1 يبقى 3 ملتبلاي 1 ب 3 يبقى البي ب 2. كده جبنا البي وجبنا الاي. طب عندنا سي بلس 2 بي ايكوال 2 ايكوال 1 سوري دي كانت 1. طب يبقى سي بلس 2 بي ايكوال 1. طب ال 2 بي البي كانت كام؟ كانت 2 يبقى 4 يبقى سي بنيجيتيف 3. طب الدي بلس سي كانت بكام؟ كانت ب 2. الدي بلس سي اللي هو الكونستانت هنا 2، انا خدت كوفيشن اكس ده مع كوفيشن اكس ده عشان نبقى فاكرين اللي هو ب 1. الكونستانت بيساوي الكونستانت اللي هنا اللي احنا قلنا 2 بس هو ايه مش باين، يبقى ده 2. يبقى دي بلس سي 2 والسي بنيجيتيف 3 يبقى دي ب 5. نرجع بقى نعوض فين في الايكويشن اللي انا فرضها، يبقى اف اكس ايكوال اكس كيوب بلس 2 اكس سكوير ماينس 3 اكس بلس 5 دي الفانكشن المطلوب. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ذا ايكويشن اوف ذا كيرف هوز سلوب ات اني بوينت اون ات، سلوب اوف ذا تانجنت ات اني بوينت ايكوال اكس ماينس 3 اند ذا لاين 3x minus 1 plus y is a tangent to this curve. انا عاوز الايكويشن بتاع الكيرف لما يبقى دي واي دي اكس هو ده x minus 3 وده كمان تانجنت للكيرف خلاص. طيب السلوب اوف ذا تانجنت اللي هو مديهولي ده طبعا نيجاتيف كوفيشنت x على كوفيشنت y يبقى 3، معنى ذلك الواي داش ب 3. طب الواي داش اكس ماينس 3 ايكوال 3 يبقى الاكس ب 6. انا بدور على مين؟ على بوينت. طب الستريت لاين ده تانجنت، انا عاوز البوينت اوف تانجنسي اللي هي مشتركه بين ايه؟ بين الكيرف وبين التانجنت. يبقى نعوض في التانجنت اللي هو الستريت لاين 18 ماينس واي بلس 1 يبقى الواي ب ايه؟ ب 19. اذا البوينت اللي هو على الكيرف كام؟ 6 و19. طب انا عندي الدي واي على الدي اكس فيرست دريفت بكام؟ باكس ماينس 3. يبقى الواي انتجريشن اكس ماينس 3 دي اكس، هعمل انتجريشن تبقى هاف اكس سكوير ماينس اكس بلس سي، هعوض بالبوينت 6 و19 يبقى هاف ملتبلاي 36 ماينس 3 6 ب 18 بلس سي ايكوال 19، يبقى السي هتطلع ب 19. يبقى الايكويشن اوف ذا كيرف هاف اكس سكوير ماينس 3 اكس بلس 19، اعمل ملتبلاي 2 يبقى 2 واي ماينس 6 اكس بلس 38. ده كده الايكويشن اوف ذا كيرف. السؤال
السؤال اللي بعد كده عندنا سؤال على الانتجريشن، الميثودز اوف انتجريشن. انتجريشن اكس سكوير اي باور نيجاتيف اكس دي اكس ايكوال كام بلس؟ السؤال هنا هو انا هفكر في الانتجريشن اعمل ميثودز ولا هي قانون من قوانين انتجريشن ولا ايه بناء عليه؟ احنا قلنا الحاصل المالتيبليكيشن فيها قوانين ثابته، يعني لو في اي باور اكس يبقى في ديريفيتيف النيميريتور هنا، ديريفيتيف الباور ده مش ديريفيتيف الباور، يبقى ابعد على انها تبقى قانون. طيب يبقى هشتغل ميثودز. السؤال الثاني بقى هي انا هشتغل بالبارتس ولا بالسبستيوشن؟ لو كان الفانكشن دي والفانكشن دي مختلفين عن بعض تماما، يعني في اكس سكوير ده بالينوميال وفي اي باور نيجاتيف اكس ده اكسبوننت مختلفين، يبقى اشتغل بارتس. طيب اشتغل بارتس ازاي؟ الايزي تو ديريفيتيف بسميها واي، والايزي تو انتجريت بعملها دي زد. تعال نشوف احنا اخترنا ايه. اخترنا الواي اكس سكوير اللي هي ايزي تو ديريفيتيف، والدي زد اي باور نيجاتيف اكس دي اكس. انا عملت هنا ايه بقى؟ بارتس. بمعنى بارتس السنه الثالثه ثاني ان انا بقسم الانتجريشن عندي لجزئيتين، كل المساله بتتقسم لجزئيتين. طيب طالما واي انا قلت الجزء الاولاني ده ايزي تو ديريفيتيف، يبقى هجيب دي واي ايكوال تو اكس دي اكس. طب والدي زد؟ زد بيساوي ايه؟ نيجاتيف اي باور نيجاتيف اكس. عملت انتجريشن لاي باور نيجاتيف اكس، هي اي باور نيجاتيف اكس في انتجريشن في كوفيشن بتاع الايه؟ الباور اللي هو نيجاتيف 1. طب احنا بنقول ايه بقى؟ انا باخد ايه؟ واي زد ماينس انتجريشن زد دي واي، زي ما احنا عاملين السهم كده، واي زد يبقى اكس سكوير في نيجاتيف 1 اي باور نيجاتيف اكس اللي هي دي، ماينس انتجريشن الزد دي واي يعني نيجاتيف 2 اكس اي باور نيجاتيف اكس دي اكس. طب جميل خالص، نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف، احنا بقى عندنا هنا برضه فانكشن، ها ما ينفعش اعملها انتجريشن مباشر، يبقى لازم اعمل بارتس مره ثانيه. يبقى دي هقول نمبر 1 واخد الجزء ده اعمل له بارتس ثاني، برضه هاخد 2 اكس اسميها واي والاي باور نيجاتيف اكس واسميها زد. ده الايزي تو ديريفيتيف بعمل لها ديريفيتيف، يبقى الدي واي ايكوال تو دي اكس، وبرده الزد نيجاتيف اي باور نيجاتيف اكس، برده هعمل ايه؟ واي زد الثاني، واي زد ماينس انتجريشن زد دي واي، ادي الواي زد اللي هي كام؟ نيجاتيف 2 اكس اي باور نيجاتيف اكس. خلاص؟ طيب ماينس انتجريشن نيجاتيف اي باور اكس في 2. طب هنزل الاولى زي ما هي، انتجريشن ده عباره عن ايه؟ طبعا نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف هتبقى نيجاتيف 2 اي باور نيجاتيف اكس. ده الجزء مين بقى؟ ده الجزء الثاني اللي هو الانتجريشن ده اللي انا هشيله واحط بداله ده. اذا الجزء الاولاني ده هينزل زي ما هو اهو، نيجاتيف اكس سكوير اي باور نيجاتيف اكس بلس ده. طب ما هو في هنا نيجاتيف نزلهم زي ما هو، يبقى نيجاتيف 2 اكس اي باور نيجاتيف اكس ماينس اي باور نيجاتيف اكس بلس. هو كان واخد في الاختيارات اي باور نيجاتيف اكس كومن فاكتور، خلاص هيتفضل هنا اكس سكوير، خدنا نيجاتيف بره ماشي، يبقى هنا اي باور نيجاتيف اكس في اكس سكوير بلس 2 اكس بلس 2 بلس. ده كان سؤال على الانتجريشن. ده سؤال على الهاير ديريفيتيف ونشوف عامل ايه. بيقول لي اوف اف اكس واي ايكوال كي، اكس واي ايكوال كي وير كي از كونستنت، يبقى دي تو واي على دي اكس سكوير ملتبلاي دي تو اكس على دي واي سكوير بكام؟ اديني الاختيارات، 4 كي ولا 4 اوفر كي ولا كي اوفر 4 ولا 4 اوفر كي سكوير؟ انا عندي هنا اكس واي ايكوال كي، ده الفانكشن الاصلي، عاوز اعمل لها ديريفيتيف بالنسبه لواي وبالنسبه لاكس. طيب الواي ايكوال كي اوفر اكس والاكس ايكوال كي اوفر واي. خلي بالك انا عملت مره
الواي فانكشن في اكس والاكس فانكشن في واي، عشان هو عاوز ايه؟ عاوز دي اكس على دي واي ودي واي على دي اكس. فانا هجيب الاول دي واي على دي اكس هنا. طبعا ديت ايه؟ كي اكس بار نيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف كي اكس بار نيجاتيف 2. وبعدين الاكس ايكوال كي على واي، يبقى الاكس ايكوال ايه؟ كي واي بار نيجاتيف 1. الدريفتيف دي اكس على دي واي. خلي بالك انا خليت الواي فانكشن في الاكس مره والاكس فانكشن في الواي مره. يبقى الدي اكس على الدي واي نيجاتيف كي واي بار نيجاتيف 2. حلو. على البوزيشن بتاعها سكند ريفتيف دي 2 واي على دي اكس سكوير يبقى 2، طبعا بضرب نيجاتيف 2 في نيجاتيف ب 2 كي اكس بار نيجاتيف 3. طب السكند ريفتيف بالنسبه لواي هيبقى 2 كي واي بار نيجاتيف 3، هو عاوز يضربهم في بعض. هيبقى هنا ايه؟ لما اعمل ده ملتبلاي ده هيبقى 2k ملتبلاي k 4k سكوير وx بار نيجاتيف 3 في y بار نيجاتيف 3 اللي هي x بار نيجاتيف 3 y بار نيجاتيف 3 نزلناها تحت بالبوستيف. طب الk سكوير بكام؟ مش الk كانت xy؟ يبقى الk سكوير x سكوير y سكوير، او اشيل يعني هيكون ده افضل طبعا اللي احنا عملناه. هتبقى 4 على اكس واي لما اعمل سمبليفاي. طب والاكس واي تاني بكي؟ يبقى الناتج كام؟ 4 اوفر كي. ده كان السؤال على الهاير دريفت. السؤال اللي بعد كده على الفوليوم. بيقول لي ذا فوليوم اوف ذا سوليد جنريتد باي ريفولفينج ذا بلين ريجون. ذا بلين ريجون باي ذا كيرف y equal x cube plus y1 y equal 0 x equal 0 and x equal 1 complete revolution about the x axis. انا عاوز اعمل complete revolution about مين؟ about the x axis. احنا عارفين الفوليوم integration y square minus y2 square بالنسبه لx في باي طبعا. طيب اذا هنا هحط الواي بزيرو عشان هو عندي عند الواي بزيرو عشان اجيب حدود. طالما هعمل انتجريشن ويز ريسبكت تو اكس يبقى اجيب الانترفال على الاكس اكس، يبقى اكس كيوب ايكوال نيجاتيف 1 يبقى الاكس بنيجاتيف 1. طب نيجاتيف 1 مش موجوده في الانترفال من 0 ل 1، هو عاوزها من 0 ل 1، يبقى هو عاوز بره الكلام ده يعني بره الزيروز ده. يبقى الفوليوم باي من 0 ل 1 اكس كيوب بلس 1 بار 2 اللي هي واي سكوير دي اكس. انتجريشن الكلام ده طبعا ده فانكشن فيها باور باور 2، ما ينفعش ان انا اقول الانتجريشن لازم افك البراكت. في ناس بتقول لي انا هعملها على الكالكوليتور مفيش مشكله. يبقى هنا اكس كيوب هتبقى اكس بار 6 الاول في الثاني في 2 2 اكس كيوب بلس 1 دي اكس وعوض من 0 ل 1 هتطلع 23 باي على 14. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا ايه؟ أرايت انجل ترانج ذا لينث اوف اتس هايبوتونس از 10. طالما قال لي اللينث 10 ده معناه ان دي حاجه ثابته. Then the length of each of two sides of the right angle triangle such that the area of triangle is to be maximum. يعني انا عاوز ايه؟ التو سايد بتوع الرايت انجل تريانجل لما تبقى الاريا ماكسيمم. تمام. نرسم السؤال. التو سايدز افرضهم اكس وواي. انت عندك هنا رايت انجل ترانجل الهايبوتنس بتاعه 10 خلاص وانا عاوز ايه التو سايدز دول بكام عشان تبقى الاريا ماكسيمم. طيب انا عاوز السايد الاولاني بفرضه اكس والسايد الثاني بفرضه واي من بايثاغورس عشان ده رايت انجل ترانجل المفروض اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 100. بجيب علاقة بين x y زي ما احنا اتفقنا بقى ان انا لازم يكون عندي one variable يا x يا y. طب ال y square هنا بكام يا سنة تالتة؟ 100 minus x square. تمام.
الاريا عباره عن ايه؟ هاف بيز ملتبلاي هاف. لما يبقى رايت انجل ترانجل نعتبر التو سايدز دول اللي هم بتوع رايت انجل ترانجل واحد البيز واحد الهايت، يبقى هاف اكس واي. طالما عندك ريليشن بين اكس سكوير واي سكوير ممكن تعمل سكوير للاريا عادي، يبقى ايه سكوير ايكوال كوارتر اكس سكوير واي سكوير. الخطوه اللي بعد كده بعمل ايه؟ عاوز اعمل سبستيوشن مكان الواي، عشان احنا قلنا الاريا لازم تبقى في وان فاريبل واحد يا الاكس يا الواي. طب واحنا قلنا الواي سكوير ايكوال ايه؟ 100 ماينس اكس سكوير. انا لجأت للسكوير اللي هي سنه ثالثه عشان ما يبقاش عندي روت واتلخبط. يبقى الاريا سكوير كوارتر اكس سكوير في 100 ماينس اكس سكوير، فك البراكت، كوارتر ملتبلاي 100 25 اكس سكوير ماينس كوارتر اكس باور 4. طب ديريفيتيف الاريا هنا في باور عادي، اعمل 2a في ال 2a دي على الدي اكس، دي a على الدي اكس ايكوال 50 ماينس اكس سكوير. انت كده كده هتساوي الاريا بزيرو. فالدي اي على دي اكس عباره عن ايه؟ 50 ماينس اكس كيوب على 2 a. الفراكشن ده بزيرو امتى؟ عشان انا بجيب الكريتيكال بوينت لما النيميريتور بس بزيرو. اذا 2 a ما اثرتش معايا. يبقى اذا الكلام ده بزيرو، اكس كومن ملتبلاي 50 ماينس اكس سكوير ايكوال زيرو. يعني طبعا الاكس بزيرو ريفيوزد عشان مش هيبقى السايد ده طوله زيرو. والاكس نيجاتيف روت نيجاتيف 5 روت 2، طبعا هقول ايه؟ اكس سكوير ايكوال 50 واخد السكوير روت، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 5 روت 2. مفيش سايد هيطلع نيجاتيف 5 روت 2، يبقى الاكس بكام؟ ب 5 روت 2. طب انا عاوز اجيب الواي اللينس في الاذر سايد، هعوض في الواي سكوير ايكوال 100 ماينس اكس سكوير، يبقى 100 ماينس 50 هتبقى 50 برضو، هتبقى الواي ب 5 روت 2، يبقى التو سايدز كام؟ 5 روت 2 و 5 روت 2. الاحظ حاجه هنا ان الرايت انجل ترانجل ده اداني اريا بتاعته ماكسيمم لما كان ايسوسيلز رايت انجل ترانجل. ممكن يكون السؤال في الجزئيه دي يا سنه تالته، يعني بيقول لي الاريا از ماكسيمم وين ذا تايب اوف ترانجل از ايسوسيلز ولا سكالين ولا كذا ولا كذا، ماشي؟ يعني هنا يبقى ممكن يكون السؤال على الجزئيه الاخيره. الترانجل طلع ايه؟ طلع ايسوسيل، يعني طلع التو سايدز اوف ذا بيز انجل كام؟ ايكوال. ده معناه ان الانجل دي البيز انجل ايكوال وكل واحده كام؟ 45. كل دي ممكن يكون السؤال فيها. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the equation of the tangent to the curve of the function f where f x equal to tan cube x at the point line on the curve which x coordinate equal x over. خلي بالك انا بتكلم هنا سنه ثالثه على equation of the tangent. equation of the tangent لازم يكون في دماغك حاجتين عشان اجيب الايكويشن اوف ذا تانجنت. لازم يكون عندي حاجتين، الحاجه الاولى بوينت والحاجه الثانيه سلوب. كلام سليم، هي دي المفاهيم اللي احنا بنقول. انت عشان تجيب ايكويشن اوف ذا تانجنت هتجيب تانجنت ولا نورمال؟ طيب اول حاجه سواء ده او ده لازم يكون عندي بوينت. ابحث عن البوينت، قال لي الاكس كوردينيت باي على 4، يبقى انا ناقص لي حاجه، ناقص لي الواي كوردينيت، يبقى لازم اعوض اجيب الواي. ادي اول ايه؟ ادي اول نقطه عشان اجيب الايه؟ البوينت. طب جبت البوينت اعمل ايه بعد كده؟ اجيب السلوب. السلوب اوف ذا تانجنت بيساوي الفيرس ديريفيتيف، تمام؟ السلوب اوف ذا تانجنت بيساوي الفيرس ديريفيتيف، يبقى انا لازم اعمل ده. تعال نشوف احنا اشتغلنا ازاي. اول حاجه زي ما قلنا اد اكس ايكوال باي اوفر 4، لازم اجيب الواي 2 10 كيوب 45. 10 45 1 1 في 2 2، يبقى البوينت كام؟ باي على 2 2. ناقص ايه؟ ناقص السلوب. السلوب اف داش اكس. اف داش اكس بيساوي ايه؟ بنزل الباور يبقى 6، تاني سكوير اكس بنزل الباور بنقص 1،
في ديريفيتيف التان 6 سكوير. طيب هنعوض بباي على فوريال الاكس بتاعتي، يبقى 6 التان سكوير 45، 6 سكوير 45 تان 45 1 و 6 45 روت 2 يبقى سكوير ب 2. 2 باي 6 كام؟ 12. يبقى السلوب اوف ذا تانجنت 12. طيب انا كده جبت الحاجتين اللي انا عاوزهم، البوينت والسلوب اوف ذا تانجنت. يبقى ناقص لي اعمل ايه؟ اجيب الايكويشن اوف ذا تانجنت. ايكويشن اوف ذا تانجنت y ماينس y1 ايكوال السلوب في x ماينس x1. باي شكل انت عاوز تكتبها براحتك. في ناس بتفضل y ماينس y1 اوفر x ماينس x1 ايكوال سلوب، هي هي. يبقى y ماينس 2 ايكوال 12 في الاكس x ب 12x، 12 باي على 4 ب 3 باي. خلاص انا هظبط الايكويشن حسب الجيفن اللي عندي. يبقى y ماينس 12x 1 ل 2 مع 3 باي، يبقى 2 ماينس 3 باي. ده كان الايكويشن اوف ذا تانجنت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه تاني؟ على الانفليكشن بوينت. ذا كيرف اوف اكس ايكوال اكس كيوب بلس اي اكس سكوير بلس بي اكس هاز ان انفليكشن بوينت ايكوال 3 ونيجاتيف 9. زين ذا فاليو اوف اي بلس بي ايكوال. السؤال بيخليني افكر في حاجه. انا عندي اثنين مجهول، اثنين انون A و B. خلاص انا متاكد لما يبقى عندي تو انونز يبقى لازم في تو ايكويشنز. طيب بفكر ازاي في تو ايكويشنز؟ اول ايكويشن بسيطه جدا، البوينت دي زي ما انا قلت في اول الحصه الانفليكشن بوينت دي بوينت على الكيرف، يبقى البوينت دي ساتسفاي كيرف، يبقى ممكن اعوض عن اكس ب 3 واي بنيجاتيف 9. ادي ايكويشن. طب والتانية؟ أقول لك بقى تعالى، أنت عرفت الانفليكشن بوينت إيه؟ الانفليكشن بوينت هي إيه؟ الانفليكشن بوينت عبارة عن إيه؟ عندها الواي دبل داش إيكوال زيرو. تمام. يبقى أنا محتاج أعمل اتنين إيكويشن. تمام؟ الإيكويشن الأولى زي ما أنا قلت هعوض بالبوينت. يبقى ده زي ما قلت لك بقى البوينت دي 3 ونيجاتيف 9 ساتيسفاي الكيرف. طب وبعدين؟ يعني بلونج للاف اكس، يعني اقدر اشيل الواي واحط نيجاتيف 9 واشيل الاكس واحط كام؟ 3. وبعدين يبقى نيجاتيف 9 ايكوال اكس كيوب يعني 27 9a بلس 3b. اظبط الايكويشن، يبقى 9a بلس 3b ايكوال نيجاتيف 6. ده ايكويشن نمبر 1. احنا متفقين بقى ان انا محتاج تو ايكويشنز. خلاص؟ طيب ال 3 ونيجاتيف 9 از ان انفليكشن بوينت. حلو جدا. انفليكشن بوينت معناها ايه؟ اف دبل داش ب 0 لما الاكس ب 3. تعال نجيب اف داش الاول. يبقى 3 اكس سكوير بلس 2a اكس بلس b والاف دبل داش يبقى 6x بلس 2a. الكلام دوت ايكوال 0. الكلام ده ايكوال 0 امتى؟ لما الاكس ب 3 يبقى 6 باي 3 18 بلس 2a. يبقى الاي طلعت نيجاتيف 9. عوض بالايكويشن الاولى عن الاي بنيجاتيف 9. 9 في 9 بنيجاتيف 81 بلس 3 بي ايكوال نيجاتيف 36. يبقى البي ب 15. طب انا كنت عاوز a بلس b يعني نيجاتيف 9 بلس 15 ب 6. الاجابه طبعا لتر b. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الكيرف اللي قدامك ده the opposite figure represent the curve of f double dash x. يبقى خلي بالك انا بديك الكيرف بتاع f داش ولا f double dash ولا f x؟ ده الكيرف بتاع اف دبل داش. زين ذا كيرف از كونفكس ابوردز لما الاكس ايه؟ بلونج لكام؟ طبعا احنا عارفين الكونفكس اب والكونفكس داون. بنشتغل على الكريت الانفليكشن بوينت، يعني لازم اجيب واي دبل داش وبعدين اشوف الايه الساين بتاع الاف دبل داش. لما تبقى بنيجاتيف بتبقى البوينت مالها
سوري بتبقى الانترفال كونفكس اب، ما بتبقى نيجاتيف بوزيتيف بتبقى الكونفكس ايه داون. يبقى انا عاوز كونفكس اب، يبقى انا بدور على اشاره الاف دبل داش ايه بنيجاتيف. طب يبقى انا هجيب ايه اف دبل داش منين؟ ما هو الكيرف بتاع اف دبل داش، تعالى ارجع تاني للكيرف. ملاحظ هنا ان الكيرف هنا الاف دبل داش ايكوال زيرو عند الاكس ب 3، صح؟ يبقى لما الاكس ب 3 الاف دبل داش بزيرو. طب الاشاره بقى قبل ال 3 كانت الفانكشن واقعه في البوزيتيف، وبعد ال 3 كانت الفانكشن واقعه في النيجاتيف. اذا اشاره الاف دبل داش اكس يا سنه ثالثه، قبل ال 3 كانت بوزيتيف وبعد ال 3 كانت نيجاتيف. ده معناه ايه؟ معناه انت عاوز كونفكس اب وكونفكس داون. احنا قلنا البوزيتيف الكيرف كونفكس داون، والنيجاتيف الكيرف كونفكس اب. انا عاوزه كونفكس اب، يبقى من 3 ل ايه؟ لانفينيتي. الاجابه هتبقى لتر بي. طبعا احنا قدمنا لكم بعض المسائل اللي حاولنا نغطي بيها منهج الكالكولس، و ان شاء الله نتمنى ليكم حظ سعيد، وان شاء الله ربنا يوفقكم في الامتحان الاخير، وينتهي ماراثون الثانويه العامه عليكم بخير ان شاء الله، ويكون ختامه مسك بامر الله. واشكركم في نهايه الحلقه وفي نهايه السنه برضو، المفروض السنه الحصه دي اخر حصه في السنه الدراسيه اللي عدت علينا على خير. يا رب يكملها ربنا عليكم بخير ان شاء الله، ويوفقكم، ونسمع عنكم سمع خير كلكم. وفي النهايه انا بشكر جدا جدا فريق الاعداد الاداره العامه للتعليم الالكتروني بالوزاره، الناس اللي تعبوا معانا وبذلوا مجهود كبير طول السنه عشان ولادنا. وفي النهايه بشكركم جزيلا جدا جدا، وبقول لكم تحياتي ليكم سامي فاضل كبير معلم الرياضيات.